السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، وحلقة جديدة من تغطيتنا لهذا اليوم. سنتكلم فيه وتناول فيه الملف السياسي وجانب من الموضوع الاقتصادي المرتبط مباشرة بالأوضاع السياسية في العراق، وتحديدا ما يجري في البصرة وكيفية التخلص من المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة وبقية محافظات العراق، وتحديدا شح المياه. لكن بتعريجة بسيطة على أوضاع الجانب السياسي، يعني يوم غد بإذن الله ستكون الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الرابعة لعام 2018-2022، وعلى الأغلب ستكون الكتل الفائزة جميعها ممثلة في أعضاء مجلس النواب غدا، وسيكون أداء لليمين الدستوري. طبعا يعني مو ممكن أن يكون هناك تسمية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وتسمية لرئيس الجمهورية والتصويت عليه بسبب لا وجود لحد هذه اللحظة ولحد هذه الساعة للكتلة الأكبر التي تمكنها من تسمية الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان. لحد الآن لم ينجح أي محور من المحاور المتنافسة لتشكيل الكتلة الأكبر باستقطاب النواب لتشكيلها. ممكن يعني يوم غدا يدخل النواب إلى التصويت المباشر، وهذا مستبعد في إعطاء التصويت لأسماء مطروحة لشغل المناصب. ولحد الآن ما شفنا كتل عدا المحور الوطني الذي يعني ذهب باتجاه سريع ويعني بعيد لتسمية أعضاء البرلمان أو رؤساء البرلمان، وهم معروفين طلال الزوبعي، السيد محمد الحلبوسي والسيد أسامة النجيفي. لحد الآن لم يكن أي واحد من هؤلاء المرشحين يعني يحظى بمقبولية كبيرة لدى مجلس النواب. ومن هنا وهناك كلام يدور حول مناقلة بعض الأسماء ومناقلة بعض الكتل وتسميته وتوقيع لكتل أخرى. لحد الآن لم يؤكد أي طرف من الأطراف رسميا انتقال هذا وذاك الطرف إلى تلك الكتلة. كلام كثير يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض السياسيين عن من سيشكل الكتلة الأكبر، جهة تقول القانون والفتح وجهة أخرى تقول سائرون والحكمة. كلام يعني دائما شتت المواطن العراقي، أذهب في اتجاهات معاكسة. من القادر على تكوين حكومة؟ الرأي الإيراني أم الرأي الأمريكي؟ الضغط الإيراني أم الضغط الأمريكي؟ كل هذا الكلام يتناوله العراقيون بشكل مفصل يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الإخبارية لوسائل الإعلام. أي شيء لحد الآن لا وجود لشيء واضح تماما بمن ستكون الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة للأربع سنوات القادمة. لعل أنه يوم غد سيكون فاصل لهذا السجال وهذا الكلام، أما أن يطول الشوط 15 يوم أخرى يعني إعطاء فرصة للكتل السياسية إعادة النظر في بعض المواقف التي تحول دون تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا. اليوم البصرة يعني في بداية الساعات الصباح الأولى متظاهرين يقطعون منافذ في البصرة، ومن ثم يعود مجلس المحافظة البصرة لينفي هذا الخبر. اعتصامات مفتوحة أمام شركات النفط، يعود أيضا الجهات الرسمية تنفي هذا الموضوع. المتظاهرون يؤكدون أنهم في اعتصام مفتوح أمام الدوائر الحكومية وفي البصرة، اعتصامات وحركات وتظاهرات أمام مجلس محافظة البصرة لليومين على التوالي. الآن انطلقت قبل ساعات انطلقت تظاهرة باتجاه مجلس محافظة البصرة. الغاية ما هي الغاية من هذه التظاهرات للمواطن العراقي؟ نقول غاية المواطن العراقي أن ينتبه الساسة العراقيون ومن لديهم السلطة والتنفيذ إلى حاجة المواطن العراقي. اليوم المواطن العراقي يحتاج إلى خدمات، يحتاج أن يكون مواطن متساوي مع بلدان الجوار. يعني بلدان الجوار منه يعرفوها؟ إيران، تركيا، السعودية، الكويت. يعني نتمنى أن تعود الشقيقة الجمهورية العربية السورية إلى وضعها الطبيعي، وأن يتبعد عنها هذه المجاميع الإرهابية وتعود مستقرة ويعود النازحون إلى مناطقهم. هذا المواطن يحتاج هذه المسائل فقط، لا ينظر
إلى مسألة من يشكل الحكومة العراقية ومن سيرأس الحكومة العراقية، سواء كان الحزب الفلاني أو الحزب الآخر أو الكتلة الفلانية والكتلة الأخرى. لا، المواطن يحتاج إلى تنفيذ لمطالب. اليوم البصرة يعني صار عليها قلاص المي حسرة، يعني قدح الماء، نريد نقولها بالعربية الفصحى، قدح الماء حسرة على المواطن العراقي في البصرة. يعني شيء عجيب وغريب، بلاد الرافدين يكون ابن بلاد الرافدين يحتاج الماء. هذا شيء ما يخطر على بال أي إنسان على وجه الأرض. بلاد الرافدين الخالدة، الرافدين الخالدة الآن ناقوس الخطر فيها يدق على مواطنيه أو شعبه، فكيف بالأيام القادمة وبالسنوات؟ اليوم إحنا في شحة، الأيام القادمة شلون؟ سنوات القادمة كيف؟ ما هي نوعية التخطيط لهذه المشاريع أو لمشاريع الإروائية والمائية في العراق؟ يعني إحنا مو مجرد نتصارع كطبقة سياسية، نتصارع على أن نسيطر على السلطة، وبعدها أخذت السلطة، أخذت المنصب، أخذت منصب رئاسة الوزراء لأربع سنوات، بعدها وين خططك؟ وين برنامجك الحكومي في سبيل أن تخطط لمشروع عراقي دائم يستفاد منه العراقيين والأجيال القادمة؟ أنت مباقي أربع سنوات، الكرسي مو إلك، الأربع سنوات القادمة الكرسي لغيرك، أو أنت مباقي في الدنيا. يعني أنت اليوم مأمن أنه أنت أربع سنوات تبقى بالحكم ما يجي أمر الله عليك؟ لكن النظرة الشعوب والحكام والدول نظرة مستقبلية لأجيالها القادمة. اليوم إحنا في حاجة إلى تحديد مخزون مائي. اليوم تركيا وإيران فعليا بدأت تنظر إلى 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 حاجة المياه أكثر من حاجتها إلى النفط. إحنا كيفين عندنا نفطات وشنو مستفادين من النفطات؟ نزل النفط، مرينا بأزمة اقتصادية أربع سنوات يا دوبنا، ويا المجتمع الدولي ويا المساعدات من دول الجوار وتحديدا الجمهورية العربية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يلا قدرنا نسيطر على وضعنا الداخلي ونتخلص من تنظيم داعش، رغم أنه وجود بعض الجيوب الإرهابية لداعش وتنظيمات داعش في مناطق من مناطق التحرير. لكن إذا خفض النفط إحنا مرينا بأزمة اقتصادية، فكيف سنوفر لأجيالنا القادمة إذا كان النفط يقابل أو يكون أقل سعرا من سعر الماء في الأيام القادمة؟ الموضوع خطير. يعني مشاهدين الكرام، الموضوع مو موضوع مجرد أنه أنت تفكر أنه تنظر إلى البرميل النفط نظرة دولارية وما تنظر إلى بطل المي اللي تشتريه الآن بربع دينار، ولو هو صار بالبصرة أكثر من 5000 دينار هسه سعره بالبصرة، حتى اللي ما سامع سعر نص الخزان المملوء ب 8000 دينار، ومي مو متأكد من عنده أنه ملوث أو غير ملوث، مجرد أنه مي حتى يطفي الحرارة أو يقلل من الحرارة للبيت اللي موجود به أو حاجة البيت للمياه، سعر 8000 دينار، إذا رجعناه على الدولار فيطلع يعني سعر مقارب إلى برميل النفط في الوقت الحاضر. الأيام القادمة شلون راح يصير؟ ايش قد راح يصعد سعر الجليكان أو قدح الماء بالنسبة مقارنة للنفط؟ هي القضية مو قضية أنا عندي نفط وأقدر أشتري، باكر النفط ما يسوى شيء، والعالم بدأ يتغير ويتجه إلى نحو الطاقة النظيفة، يحاول أنه يكتسب حقول الغاز، والمعركة اللي بالشرق الأوسط كلها على مود أنبوب غاز يمد ويمر عبر العرب، مناطق العربية، هذه هي المعركة. فمتى يصحو السياسي العراقي لينظر إلى مشاريع الإروائية التي نحن نحتاجها؟ بلد العراق اللي بلد المليون نخلة أو الأكثر، اليوم ما عنده أقل من 300 ألف نخلة أو أقل من ذلك. يعني شو اللي صار بينا؟ ليش يعني هذا الموضوع؟ نعم بعضهم يقول الفساد الفساد الفساد، لكن الفساد مو هو جاء مع الذين توافدوا بعد عام 2003 إلى العراق. لا، للأسف في أكو من داخل العراق اللي هم عانوا معنا من بأيام الحصار والنظام السابق، الآن مشاركين بهذا التدمير للعراق، للأسف نقولها. ولهذا ما نعرف يعني إلى متى النظرة إلى موضوع شح المياه، رغم عمل الحكومة وتواصلها مع الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقضية حل مشاكل الماء، لأن العراق معروف عنه أنه هو دولة مصب،
وليس دولة منابع، فهو إلى حصة من نهري دجلة والفرات من منابع الأنهر في دول الجوار، دول إيران وتركيا، ومع أيضا يعني يعتبر أيضا مع الشقيقة السورية دولة مصب. لهذا لحد الآن إحنا ما قيمنا أوضاعنا المائية بشكل الذي يؤمن للأيام والأجيال القادمة قضية الماء الصالح للشرب. ما نتكلم عن قضية الإرواء، ونتكلم عن قضية الزراعة، ونتكلم عن قضايا أخرى تدخل في مجال صناعة المياه، لا، نتكلم عن قضية تأمين مياه الشرب للمواطن العراقي مو أكثر. يعني معلومة من المعلومات أنه عمليات حقن آبار النفط الجارية في البصرة تقوم عليها الشركات الأجنبية وفق التراخيص بإنشاء محطات تحلية من ماء البحر لحقن الآبار بالمياه الصالحة للشرب، الماء الحلو الصالح للشرب، في سبيل أن يكون هناك عمليات هدرجة وغازات حتى ما يصير انفجار داخل البئر. يعني قضية الماء، ومن يدفعها؟ تدفعها الحكومة العراقية، لكن توفير محطات تحلية من ماء البحر للمواطن العراقي هذه قضية يراد لها نقاش، ويراد لها دراسة جدوى واستراتيجيات، وندخل في حيص بيص في سبيل إلى أن نوصل إلى قضية إيصال الماء الصالح للشرب إلى بيت المواطن العراقي، سواء بالبصرة، بالعمارة، بالناصرية، اللي آلاف من عوائل ومحافظة الناصرية بدأوا ينزحون منها. يعني هذا الموضوع، وعن مشاريع الاستراتيجية التي ممكن أن تكون يعني أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أوضاع العراق المأساوية، وتحديدا يبقى اسم العراق بلد الرافدين، هو مشروع ماء الكوثر الذي نستضيف من دبي السيد والدكتور دريد الشريف إن شاء الله بعد أن يكون جاهز، المختص في الدراسات الاستراتيجية والمهندس المعماري، لنتكلم عن هذا المشروع. هذا المشروع يعني من خلال قراءة الأولية، من خلال المعلومات اللي تكلمنا به مع الدكتور دريد الشريفي، أنه مشروع يمكن أن يؤمن للعراق مستقبل المائي. لا نكون أن نفكر بعقول دول الجوار. دول الجوار تفهم المسائل وفق مصالحها، لا تفهم المسائل وفق مصلحة العراق ومصلحتها المشتركة، هذا في البروتوكولات فقط. لكن عندما تكون الأمور على المحك وعلى الطاولة وعلى طاولة المناقشة، تفهم الأمور وفق مصالحها الشخصية، وفق مصالح شعبها ودولتها وأراضيها، فتؤمن المستقبل المائي أو الحصة المائية إلها، ومن ثم تنظر في مفاوضات لما يطلق من مياه إلى البلد الآخر وتحديدا العراق. فإحنا لما إلى متى ننتظر إلى توافقات بين قوسين وتفاهمات وتنازلات لدول الجوار، وهذا حقها المشروع، حتى أن نأمن مستقبلنا المائي؟ إلى متى ننظر إلى هذه المسألة بهذه النظرة الضيقة تجاه مصالحنا الاستراتيجية وتحديدا المي؟ المي أهم من النفط، المي أهم من النفط، والآن يستشعر به جميع العراقيين ويستعجب ويستغرب أنه معقولة ابن البصرة اليوم يستغيث من أجل الماء. بعض العراقيين للأسف اليوم مسألة المي صارت مسألة استغراب واستعجاب واستهجان، وهذه دول العالم والمجتمع الدولي الكل يسمع بمنادات البصرة وأهالي البصرة ولا من مجيب، فقط في بعض المنظمات الدولية والإنسانية استجابت، لكن لحد الآن ما شفنا من الحكومة سواء كانت المحلية. إذا كان هذا الموضوع يتحدث عن مسألة محددة، في الشح ماء، يعني معناته الماء ما يجي بكميات كافية وبالشرع الكافية، نعم، أدى هذا إلى ظهور الجزر والنباتات وزهرة النيل والنباتات والحشائش والجزر، اللي أدى إلى ظهور المستنقعات الآسنة، كل هاي تسوي لنا الأمراض، تلوث المياه، إضافة إلى الاستخدام الغير صحيح برمي مياه الصرف الصحي والبزل وما شاكل، كلها تروح باتجاه المياه اللي تجيب لنا المياه العذبة. فهذا كل هذا التلوث والسموم هو جاي تحمله أن مياه دجلة والفرات، فأصبحت المياه عندنا قاتلة. ليس مشكلة في اللسان الملحي، اللسان الملحي لا يعني شيء، اللسان الملحي مو مشكلة، لأن إحنا من بغداد إلى البصرة كلها راح تصاب بالأمراض. يعني خلال 5 سنوات إلى 10 العراق ما موجود على ظهر الطبيعة،
كلام خطير دكتور دريد. يعني من هنا العشر سنوات إذا بقى الحال على هذا الوضع ماكو عراق على وجه الطبيعة. ما وجه أنا ما أتكلم لك، أنا بيوم اللي تكلمت بالشرقية وقلت راح تظهر أمراض ثاني يوم الله صدقني بكلامي، وظهرت الأمراض وظهرت 17,000 حالة بيومين. عزيزي أنت لما تكون عندك نباتات يعني موجود عندك معادن ثقيلة تتركز، هاي المعادن الثقيلة الزئبق والرصاص الكادميوم الزنك تؤدي إلى سرطانات، حتى لو تسوي محطات تحلية، حتى لما تسوي تصفية ما راح تدفعك لأنها راح تجيك بالماء أنت تشربها عادي، ما شوف نفسك إلا صابيت بسرطان، وما يستفاد إلا الهند ولبنان وهذا يستفادوا معنده خش يعني الشغل يصير عندهم. وإضافة إلى نتحول من هالمرحلة إلى مرحلة المستنقعات، إذا وصلنا اللي هي هسه ظهرت بالبصرة مرحلة المستنقعات يعني تيجي عندنا الأوبئة يعني الكوليرا، يعني عندك الملاريا البلهارسية المغص المعوي والإسهال ومشاكل هاي كلها تظهر عندنا بالمرحلة اللي جاي تظهر بالبصرة، وراح تصعد للعمارة وللناصرية وتصعد إلى الكل هسه. نعم. لأن عندنا شوي موجود خزين انطلقه ومحافظ البصرة يريد يطلق 100 متر مكعب الثاني على أساس يقطع البحر، لأن هو البحر عبارة عن قلاص ماي بس. نعم. يطلق المياه راح يروح الملح، هذا المخ يقود العراق. يعني أفهم من كلامك دكتور دريد أنه القضية الفهم الخاطئ لموضوع اللسان الملحي وموضوع شح المياه يقرأ بصورة مغايرة عن الواقع وما سيجلب من أخطار إذا تمت بهذه الصورة. حبيبي عمر أنت إذا يسمعوني حكومة تسمعني وتحب العراق وعينهم على الشعب العراقي، إذا سوينا هذا المشروع نعم دكتور دريد نعم نسمعك تفضل. اي مو انا تتداخل وياي اصوات ما اعرف ايش جاي يصير. نعم اي اذا سوينا هذا المشروع ننقذ العراق، اذا قرروا اليوم احنا ننقذ بشهر السادس السنه الجايه احنا ناقذين المجتمع مالتنا. يا ناس انا ما جاي اعمل، قلت لكم لا اريد جزاء ولا شكورا، هذا جهد اربع سنوات ما يساوي ساعة يتألم بها طفل بالبصرة. يا أخوان خلونا نوحد الجهود نحو اتجاه صحيح. أنا ما جاي نافس أحد على سياسة ولا أريد أخذ كرسي ولا أبدا ولا أجي للعراق، أنا بحنا عايش عيشة كريمة والحمد لله والشكر، ما أريد أجي حتى للعراق، أنا جاي أطل الحل نقود الحل ونوصل الأهل بسلامة وصحة، لا جاي أنافس حزب ولا أنافس شخص ولا أكل شيء أبدا أبدا أبدا. طيب يعني دكتور دريد يعني مثل هكذا مشروع وأنت الآن من هنا ومن الشرقية أيضا طالبت الحكومة أن توصل، كيف للحكومة أن تفهم المشروع إن لم يكن هناك قنوات تواصل بينك وبين يعني أقل ما يكون يعني قناة حكومية؟ عمري أنت أستاذ أحمد، عمري أنت، أنا أولا رحت السفارة العراقية وقلت لهم يا ناس العراق راح يحترق وهاي رسالة ودوها للعبادي، ودوا رسالة مشكورين ورسالة حررها وقالتهم هاي خلاصة المشروع، ودوها للعبادي على يستفيد، ودوها للعبادي لا صوت ولا صورة إجاني. رحت دزينا رسالة وشفوية وكلام وقلنا لهم موجود وصلونا يا أهل المرجعية الدينية، وراحت للمرجعية الدينية وهمينا ما حصلنا شيء، ردينا اتصلنا بناس مقربين مننا يا ناس أنتم اللي أفتيتم ومشكورين ولكم التاريخ يسجل هذا وعدتونا الموصل بفتوى، انقذونا الناس بفتوى وقولوا يا حكومة تعالوا سمعوا هو مشروع هسه انتم حطوا على الطاولة ما خسر أحد، من يكون غلط الكلام ما لا تقولوا لي شكرا انت حاولت جاهدت وشكرا جزيلا نروح لبيتكم، إذا لا حتى نستفيد نحط الفرق ونحط نسوي غرف عمليات ونسوي عمل الساعقة حتى نشتغل حتى ننقذ بلدنا. الناس جاي تحاول مشكورين جاي يحاولون على اساس ينقذون البصره، يريدون يحفرون ابار ويريدون يحفرون ما اعرف شنو، حسبت لها حساب بسيط بس قلت لهم حساب بسيط، انتم هاي مال ابار تريدون تحسبوا هاي الرادي 2000 ناقله حوضيه تمشي 80 كيلو متر تصرف 100,000 لتر، يراد لها سواق ويراد لها هذا، طلعوا واقفين شو نسوي؟ قالت لهم ما تسوون شيء لما تحلون عزيزي احمد. نعم. لما يكون هناك بنى ارتكازية لا تتحمل التقدم فهناك صراع بين التكنولوجيا واليأس، فنصل إلى مرحلة الحرب بين الفوضى والتكنولوجيا والتقدم، يا أما نريد فوضى أو الحل من الجذر، وإذا حلينا من الجذر يعني راح نحل
كل الأمور جذريا. البصرة ما بيها خدمات صحيحة، البصرة مخطط لها حسب دوك السيادس من خططوها بالخمسينات ما تكفي 200 ألف نفر، بيها 5 ملايين، شوارعنا ما مكملة، شغلات يعني ما عندنا تخطيط، والناس اللي على الحكم ما يفتهمون أساسا، يعني ما عندهم شيء، عندهم بس أهم شيء الكرسي وش قد سبتك وش قد سبتي، مختلط وياهم شايفهم واحدا واحدا أبد، ضحلين مثل ضحالة ماي الشط العرب وضحالة دجلة، كل شيء ما عندهم، قاعدين بس تجيبوا لهم، جبنا لهم ناس وجبنا لهم تقنيين، رأسة يقول لك أنا إيش قد نسبتي 5% و10%. يا عمر أنت إحنا شو وقت نصير بشر؟ إيش وقت نصير طيب بشر؟ دكتور دريد، إذا سمحت لي لأن ندخل بالمشروع المرحلة الأولى حسب المعطيات ودراسة الجدوى أنه سيعطي حل لمشكلة البصرة خلال 6 أشهر. الحل الأول عزيزي، المرحلة الأولى احنا راح نستخدم بها بس عراقيين وما نستخدم اي موارد، وحتى ما راح نستخدم متر مكعب من الخرسانة المسلحة حتى للمفهوم، وراح نشتغل شغلنا من كنا نشتغل السواتر والحجابات، ومن كنا نشتغل سوينا المصب العام وسوينا نهر العز وسوينا نهر الوفاء اللي وصل للبصرة واللي سووا جسور التحمل، نفسهم العراقيين قبل راحوا هم نفسهم العراقيين جاي يطلعون مظاهرات هسه، هاي الشباب استغلها واعطيهم يعني ايش قدر اذا اعطيهم، انا خل اعطيهم $800 بالشهر، $800 اخصص الواحد كل شهر واسويهم فرق واشتغل، وحتى خارطه الطريق سويناها لهم شلون يسوون المشروع، شلون ننجز المشروع، شلون اسسها كله موجود، سوينا لهم دراسه جدوى اقتصاديه وسويت كل شيء، بس ما حد يسمع، ماكو، عندهم بس يريد يطلق ماي وتجي وزير الصحة بهالشكل تتكلم وذاك بهالشكل، يا أخي سمعوا الحل وقولوا نتكلم بهذا الاتجاه، سأقولكم خلية أزمة أخذوا قرار بيها، يعني مو صعبة أمام طفل يموت بالبصرة. طيب يعني دكتور دريد، يعني أنه سبب عدم سماع الحكومة سواء المحلية أو المركزية لهذا المشروع، هل وجود مشاريع أخرى منافسة إله وبنفس أنا أقول لك عزيزي، مو أنا إحنا اختلطت وياهم، قلت لك وأعرفهم اختلطت وياهم وأعرفهم، أنت إذا تجي حضرتك تقول أنا راح أبني العراق من زاخو إلى الفاو ذهب، بس ما لكم شيء، يقولوا لك لا مو هاي النزاهة وهاي قوانين وأنظمة والبرلمان ما يوافق، كلهم أترس زبالة ونص لكم ونص إلي، يقولوا لك هسه راح نوافق لك، يا عزيزي ما تعرفون أنتم هذول اللي يخليهم اللي هي الموجودين ما يشتغلون لمصلحة العراق ابدا اطلاقا. تجارب عزيزي انت، انا يعني واحد يتكلم يتفرع بالحكي زين، احنا المرجعية قالت المجرب لا يجرب، وهذا كلام عقلاني وحكيم، بس اول مجرب لا يجرب هو الدستور، لان جربناه بال2005 وصعد بها الجعفري وخلوا المالك مكانه وصارت اشبه بالحرب الاهلية رادت تصير، بعدين اجى العلاوي فاز وصعدوا المالكي، اجتنا اكبر حكومه فساد بالعالم، $500 مليار طارن باربع سنوات زين، اجت بعدين فاز المالكي صعدوا هذا، اجانا داعش وغير داعش، وهاي الانتخابات الرابعه، اذا فاشل الدستور ما يحتاجه، واللي كانوا يحكمون فشله ما يحتاج يعني نقعد ونفصل الطفل النايم انه ذولي فاشلين، والدستور فاشل والقانون الانتخابي فاشل، يعني إرادة تجربة وإرادة المحص، يعني حتى الأعمى يشوف، يا أخي هم الذي المتنبي يقول أنا الذي أسمعت كلماتي من به صمموا، هم فسادهم وشغلاتهم سمع به من به صمموا، رآه الأعمى وسمعه من به صمم. نعم. ما يحتاج. طيب يعني دكتور اليوم المراحل الخمسة للمشروع، مشروع ماء الكوثر، يعني ربما سائل من اهل البصره يقول لك انا اليوم ما عندي قلاص مي اشربه، يعني وما موفره القلاص المي، انا انتظر مشروع 6 أشهر او 7 أشهر، اريد حل اني، يعني ممكن لهذا المشروع او المشاريع الاخرى ان يوفر او يحل المشكله انيا؟ قلت الحل الاتي، لما عندك واحد بالطوارئ يريد يموت لازم تسوي له عمليه، حتى تحضر للعمليه تحط له مغذي من هنا لما تجي العمليه، صح المغذي عندنا 30 محطة تحلية أهلية موجودة بالبصرة، والبصرة كلهم يشربون RO، مين جاهم التسمم إذا المحطات صحيحة؟ هم كلهم البصرة يشربون RO ما يشربون من الحنفية،
من من يعني من سنين من 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 التسعينات يشربون ار او. الار او جاي من محطات اهليه. قلت يا شباب اللي انتم متبرعين وانتم تسوون فرق لا تروحون تحفرون ابار، وحدوا راس الحربه مالتكم، شوفوا المحطات الاهليه اذا تعززوها بمحطات ثانيه، شيكوا شنو عندكم من 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 خراب موجود بيها او نقص او تري صيانه او هذا، كملوها. اضافه الى الحوضيات اللي تبيع سيطروا عليها، هذا ممكن ياخذ الجزء ياخذ اربع اطنان من اللي يشتريها والباقي يحطه ماي مال الحنفيه. بذاك الحال ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا التلوث، لان يريد يحصل يشتري باربعه ويحط فوق اجماله ويبيعها. نعم. فاذا يرى السيطره، من يقول هو من المياه الانهار؟ وش عندنا مياه الانهار؟ مياه الانهار كلها من السماء مو متلوثه، يغسلون بها وهذا خلوا يغسلون بها. بس احنا تريد توفر ماء الشرب، موجود ماء الشرب ار او يسيطرون على المكان شو اسمه محطات التحليه ويرمموها ويصينوها. لكن هي هاي الان هي هذه المشكله دكتور، يعني حاليا اليوم المواطن بالبصره يعاني من مياه شرب، قلة وشحة مياه الشرب، يعني ناهيك عن مياه الاستحمام أو الغسل أو ما إلى ذلك، هي المشكلة الكبرى والعقدة الكبرى اللي اليوم محطات التحلية ما يبدل الفلاتر مالتها، ما تصرف له محطات التحلية، ما يصين المحطة مالتين أهلية. لكن لما أروح أنا أزورها وأسوي فراق من الناس وهذا، تعال يا بنت إيش قد تحتاج حتى ترمم؟ إحنا مثل بدال ما نتبرع ونحفر بير، هاي إلك هلا قد ألف، إحنا جايبين لك الفلاتر بدلها على حسابنا، بنفس الوقت الحوضيات نظفها على حسابنا، نعطيك ندعمك، قللوا سعر الماي للناس، وذبوا كل يوم يا واحد، لا تذبون طنطن لين طن ما يستخدم الإنسان كله للشرب، اعطوا ما يكفيه من الشرب، خلينا نعتبر كل واحد 25 لتر بدل ما تحطون طن، اذا العائله بها سبع اربع نفرات 100 لتر هذا تكفي اليوم، وكل يوم وهذا كذا دولك، لا تخزنون الماي بالاحواض البلاستيكيه وبالشمس، طبعا راح تتلف، حط يتوزع الكلور ويتوزع المعقمات على الناس وتعلموهم شلون، راح نتجاوز المحنه الى ان نتجاوز المحنه وهي اللي العمليه الجراحيه ان يكون عندنا موضوع مشروع. طيب دكتور خلي يكون كلامنا هذا كلامنا عن هذه الحل او هذا الحل المؤقت توازيا مع مشروع ماء الكوثر، هذا يكون نعم. موازي والعمل موجود على المرحله الاولى، كيف هي المرحله الاولى بالضبط؟ مضبوط، هو بهالشكل هذا، انت مثل المغذي اللي حطيته للمريض، حطينا مغذي للمريض هسه في هالحاله، منا لما نهيئ العمليه الجراحيه، ست اشهر، احنا هسه من بدت الازمه ها شهر طار. وكل شيء ما مسوي. احنا ليش لما نجي نحط الخط المشروع نحط المشكله انه هي المشروع ما يصير؟ ابدي بالخطوه الاولى، المشاريع بيها نقاط سلبيه وفشل وما اعرف شنو كل شيء بيها، بهالحاله شلون راح تكون؟ يعني نوقف مشاريعنا؟ لا، اروح اسوي العمليه الجراحيه حتى ينهض الانسان ويعيش، اسوي عمليه جراحيه استأصل له الشغلات اللي بيها سرطان حتى يعيش، بس احط له مغذي اول مره، هذا المغذي قلنا عليه محطات تحليه 30 محطه موجوده، اذا نعم. بعد امكانات اجت من الكويت واجت ما اعرف وين هم حطوها، راح نتغلب على المشكله خلال 6 شهور، وجاينا شتاء الكليله راح تزيد ما شاء الله خلال هاي الفتره، فحتى نتجنبها نروح نسوي هاي كانه حطينا مغذي للمريض، وبنفس الوقت نقرر القرار الجذري ونروح نهيئ كل قطره ماي حلو بعد ما تروح للبحر، راح ننجز اذا نقدر نجمع 5 مليار متر مكعب سنوي، راح نجمع من هاي العملية في أقل الحالات، بعدنا في الشح المائي نجمع 5 مليار متر مكعب. وإحنا عملية الكوثر هي مو مشروع الكوثر، هو مو بس الحاجز المائي، وإنما إعادة البنى الارتكازية للعراق كله، بحيث نجمع 100 مليار متر مكعب سنوي عندما نوصل سنة 2090. ما فكروا أجدادنا بي، إحنا نفكر بي حاليا، حتى لما نتجي أجيال يبقى العراق، يبقى العراق سيد نفسه، يبقى العراق سيد المنطقة، يبقى العراق بشعب صحيح مو مريض معافى، يقدر يبني ويقدر يتقدم مثل العالمين، يبقى العراق بزراعة نقدر نوصل 300 مليون نخلة يا أخي، بالإمارات 60 مليون نخلة إلى 80 مليون نخلة، العدد ما يهمني، بس في صحراء في ربع الخالي، شوف البشر شنو سوت، انتصرت على الربع الخالي وحققوا إنجاز ما حققه بشر. زين احنا بين تحتضننا دجله والفرات وما نعرف نسوي لنا، ما عندنا 20 مليون نخله كلهن مريضات. طيب دكتور يعني ما اعرف الكلام يعني صعب والوصف صعب والشرح حيل يعني مقلق ومؤلم في نفس الوقت على بلاد وادي الرافدين. بعض الصيحات لبعض المتظاهرين يطالبون بانشاء سد جنوب البصره،
يعني هناك بعض الكلام انه هذا السد ما راح يوفر او ما راح يحل مشكله. عزيزي انت عمر انت السد السد بالجنوب يعني يا اما بام الرصاص يا اما براس البيشه وياي؟ نعم. انا غايتي من السد شنو؟ هم غايتهم يفصلون اللسان الملحي، وقالتك اللسان الملحي مو مشكله، افصل اللسان الملحي، زين سديت عندك يوميه يدخل لك ما يقارب 5 مليون متر مكعب، وين راح توديها؟ تفيض بها مجاري البصره وتفيض بها هذا شط العرب، وين ياخذها شط العرب 5 مليون متر؟ وباكر تجيك 5 مليون متر وراه 5 مليون متر، اول يوم تفيض المجاري، ثاني يوم تفيض البصره والشوارع، وبعدين ولما تحطها بامور رصاص وين تريد تسوي الخزن الاستراتيجي اذا عندك خزن استراتيجي؟ المشروع ما يخدمنا، المشروع ايش راح يسوون؟ راح يرفعون مستوى الماي ويذبونه بالبحر مره ثانيه، هو احنا ما عندنا ماي، نريد نرفع الماي ونذبه بالبحر حتى لا يختلط بماي البحر. تلاحظ انت شلون فكر عظيم جبار يقود العراق؟ انا اريد اسوي حاجز حتى كل قطره ماي احرمها على البحر، احرم ماينا على البحر ما يروح، والبحر شط العرب الجنوب جنوب الحاجز راح يصير من اجمل بقاع العالم، من اجمل بقاع العالم. التصميم مالتنا به تفاصيل ما اقدر اذكرها تقنيه هنا، بس يبقى لا. من اجمل بقاع العالم راح يصير، وما حد يصوره، يغيظ العدو ويسر الصديق. نعم. طيب يعني دكتور الكلفه او الجدوى الاقتصاديه بدايتها تكون يعني قليله نوعا ما، لكن المشروع من نفسه راح يوفر الاموال والطاقه والعماله من العراقيين له. احنا راح نجني من هذا 5 مليار متر مكعب ماي عندك، هذا اول كسب. نعم. راح نستصلح 500 الف هكتار، يعني مليونين دونم، لو اوزع كل اربع دوانم على شاب 500 الف شاب بالعراق يملك بالبصره. تقول لي جدول اقتصادي، جدول اقتصاديه ما تقدر تحصيها بدفاتر. لما نصير عندك 120 مليون نخله بالبصره ما تحصيها بدفاتر. لما نصير عندك قنوات ري وشبكات ري صحيحه، لما يرجع نهر العشار ونهر الخندق اجمل من اجمل الانهار بالعالم، يرجع مثل البندقيه. تقول لي لا استاذ احمد ما بيها دراسه، هاي دراسه جدوى، هاي مو دراسه جدوى، هذا تغيير خارطه العراق، تغيير كامل، تغيير كامل. لا حد يصور اكو جدوى اقتصاديه ودراسه جدوى، هذا ما تندرس جدوى اقتصاديه، هذا تحط دينار وتكسب 5 ملايين. جميل جدا. طيب دكتور، يعني بما انك يعني عندك معلومات ومختص الان، يعني بعجائب وغرائب الزمان نرى ان نهر العشار لونه وردي، نهر الانهار الاخرى من انهار البصره الوانها خضراء وبنيه، هذه كلها سببها الشريط النباتي، الملوثات، مياه التصريف اللي يعني تطلق الى مياه الانهار. يعني كيف سيكون الحل بها والتخلص من هذه الشوائب وفق ما موجود اليوم من امكانيات؟ نتحدث عن بلد اليوم ما عنده امكانيه ان يوفر فلاتر المياه للمحطات التحليه. عزيزي احمد، خلينا نحكي مبدا علمي، نحكي بالعلم بالمنطق وبعدين نروح لحاله. نعم. الله سبحانه وتعالى جعل المياه كلها في البحار، 95% من مياه في البحار. نعم. والباقي ما يحلو بالانهار والجداول والجبال والثلوج وكذا، مو عبثا، لان الماي الحلو ما يحفظ نفسه، يفسد بقاءه، يفسد. فالله سبحانه وتعالى من حكمته حفظ لنا ماي شربنا مالح ويبخره انه ينطينا اياه على قدر فيحيي الارض. فاهمني؟ نعم 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 دكتور. احنا المشكله مشكلة السياسة ومشكلة التخطيط عندنا للأسف. يعني لما أقول لك هذا المشروع أو البصرة كانت في زمن الحجاج، لما سوى نهر الحجاج وصله إلى صفوان، هو مشروعنا هو هذا، مع نهر الحجاج ترى مو أنا جبته من جهة، هو نهر الحجاج مع دراسات ويليام والكوكس وسلمان الفيض، أنا ما جبت، أنا كملت المسيرة، بس هم اشتغلوا على الفيضان، أنا اشتغلت على الحبس، المبدأ نفسه بس معكوس. نعم. عزيزي أنت، كانت البصرة عبارة عن حلة من البرسيم والفواكه تحت ظلال النخيل من دجلة العوراء، يعني من شط العرب إلى جبل صفوان، إلى صفوان إلى الحدود الكويتية.
هذا مستشرق يكتب عن زمن الحجاج، احنا نعجز، تقول لي ما عندنا امكانيه نجيب فلتر، عدي شباب اجندهم اليوم ونطيهم رواتب فارغين خطيه ما عندهم عمل، اقول له هاي $1,000 بيدك. ما هي المشكله دكتور يعني انت بس خل اكمل لك استاذ احمد عزيزي انت فضل حتى فضل. يعرفون شبابنا شنو عندنا امكانيه. $1,000 شهري يحط بيده، اكو شركات تمويل تمولنا زين، $1,000 شهري يا ابو الشباب واشتغلوا وياي زين، انسد هذا ونفتح هذا ونسوي قنوات ونستصلح ارض، تعال بفلح بيدك 40,000 واحد انا اريد بالمرحله الاولى، و3000 خريج احتاجهم افصلهم مثل الجيش شلون كنا نفصلهم، انا بالخارطه الطريق نستخدم القوات المسلحه مالتنا حتى تكون هي قياده المشروع، نستخدمهم هم يصيرون قياده المشروع، وماكو واحد يصرف من كيفه، ونطلب من كل القنوات الفضائيه وكل المراقبين يصيرون بالمواقع وكاميرات موجوده، مو لوري يجي فارغ ويحسب له فلوس، كله ينحسب ومراقبات كاميرات وسيطره والجيش يسيطر وهذا والخيرين يسيطرون، بعد ما عندنا فساد يصير بيها بالسيطره، ماكو فساد لما العين تراقب المال السايب ماله نايب، يصير بيها ليش ردت اعداد حتى تصير غرف عمليات، حتى المعوق نستفيد من عنده، اي اخليه يحسب لي شو اسمه اللوريات الداخله والطالعه زين عزيزي، اذا سوينا واشتغلنا قلب على قلب واشتغلنا مثل ما كنا نشتغل، يعني ما اريد احكي كل الحكي، كان جندي صاروخ الكاتيوشا 80 كيلو يشيله ما يدري بي يركض بي ركض، احنا نعجز هسه مسلمين امورنا ما يطوننا، احنا خليه يبوقون بس نريد خبز نعيشه، هو هذا العراقي؟ هو هذا العراقي يطلب راتب؟ نعم نعم دكتور دريد، يعني الوقت بدا يستدركنا وقت الحلقه وانت تحكي وياي. نعم نعم دكتور دريد، يعني الوقت الحلقه بدا يستدركنا، ويعني على امل انه يكون لنا حلقه ثانيه معك ونتكلم عن مشروع الكوثر اللي اكثر من معلومه، كل ما نتكلم ونتناقش ونتواصل الحديث عن هذا الموضوع تظهر لنا بعض الاولويات وبعض النقاط المهمه التي يجب الاستفاضه في شرحها حتى المواطن وايضا الحكومه والمجتمع من الحكومه يكون على يقين انه هذا المشروع او غيره من المشاريع التي تكون موازيه له، حتى لا يقول انه هذا دعايه لمشروع الكوثر، لكن هو حل من الحلول التي يحتاجها ابناء البصره والعراق ان شاء الله، يعني وياك على مدى ساعة أخرى في الأيام القادمة، ونكون إن شاء الله في مرحلة أخرى من النقاش حول مشروع الكوثر. الدكتور دريد الشريفي المختص في الدراسات الاستراتيجية والمهندس المعماري، شكرا جزيلا لك ولهذه المعلومات. فاصل ونواصل بقية التغطية. أهلا بكم مشاهدينا، طبعا بعد هذا الكلام اللي تواصلنا به مع الدكتور دريد الشريفي لمشروع ماء الكوثر، وتبينا أو وقفنا على بعض الحلول وكيفية التخلص بهذه الحلول من المشاكل اللي يعاني من عندها العراق بشكل عام وأهالي البصرة بشكل خاص، يعني لابد من أن تكون هناك عمليات حقيقية وخطط حقيقية استراتيجية تواجه هذا الكم الكبير من المخاطر التي ستواجه العراق في الأيام القادمة أو في السنوات أو في الأجيال القادمة. ما ممكن أن نظل مكتوفين الأيدي وننتظر أو نعتمد على يعني أمور بدائية، والعالم تطور ودي يفكر بالمريخ أنه ينشئ مستعمرة بالمريخ، وإحنا لحد الآن قلاص المي ما نقدر نوفره لابن البصرة. السلام عليكم.